كلماتك هل تتخيلها أملاك الرحمة ينقلها والصحف اليمنى تحملها أيسرك أنك قائلها. في زمان فات واحد الإنسان كتر عليه الدين واحتاج المال، اضطر باش يبيع البيت تاعه. جه من الشاري وقال له شعارك تطلب في البيت. صاحب الدار قال له 1000 دينار. المشاري هذاك تعجب وقال له يا أخي هذا الدار ما تجيب لك حتى 500 دينار. صاحب الدار ابتسم وقال له أنا في هذا الدار عندي جاري فلان يزورني كي نمرض ويعطيني كي نحتاج، يوقف معايا وقت شدة ويفرح معايا وقت نفرح. الجار الصالح سمع بقصة صاحبه، غضى الحال بزاف، راح عنده وعطاه المال اللي يحتاج وقال له ما نرضاش بغيرك جار. في هذه القصة راهي تحكي لنا كيفاش كانوا جيران زمان وكانوا يقولوا ثمن الدار على حسب قيمة الجار. في هذا العدد من هذا البرنامج أنا جبنا لكم مثل اللي يقول لازم تشري الجار قبل الدار. نروح نشوفوا آراء الناس ونرجعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يعني ناس زمان كانوا معروفين من طيبة القلب وكانوا معروفين في الصحة وفي الكلام وكانوا معروفين. احنا اليوم راه عندنا مثل شعبي انا باغي نشارككم فيه معنا. يعني مثلنا يقول لازم تشري الجار قبل الدار. السلام عليكم ورحمة الله. ايه وصاع زعما سي نورمال، الانسان لازم يشري الجار خاطر الجار هو اللي غادي يعيش معاه، غادي يعيش معاه كيما نقولوا احنا مدة، والدار ما تروح تشريها باسكو الا عشت في دار لا بغى قصر ومع جار ماهوش كيما نقولوا احنا يا في تم معنى الجار، غادي الانسان غادي يعاني. وهذا هو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده جار يهودي ومشي يعني مشي مسلم وكان يعامله، كان الاخر يعامله بمعامله سيئه والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامله بلينه وبالاخر. هو قال لك شري الجار قبل الدار، يعني لازم تحوس على جارك كي داير، على المحيط تاعه، على العقليه تاعه، شوف المحيط تاع الجوارين تاعك تاع الجار هذاك تاعك اسكو مليح اسكو ماشي مليح، مع من راني عايش، مع من غادي نعيش. تشري الجار قبل الدار يعني كانت الناس بكري متحده، كانوا تنجم تقول عائله واحده، كان الانسان ما ياكلش حتى يطبطب على جاره ويعطيه، هذه قبل يدوق هو يدوق جاره، هذه الاولى. كان الباب انسان يخرج يوصي جاره بلا ما يبلع. دروك ما كانش هادي امبوسيبل، جرى اخر منشار دروك. وكاين ثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. وقال الشاعر عبد الرحمن المجدوب من صاحب الجواد جاد بجودهم، ومن صاحب الردال قابضناه من جاور فحمان طلاب حمومها، ومن جاور صابون جاب نقاه. هذا لأن الجار قادر يأثر في الإنسان وكذلك يؤثر حتى في الدرية تاع الإنسان. شو يعني هذا المثل الشعبي؟ والله ما على بالي أخو العزيز، والله ما على بالي. كلماتك هل تتخيلها أملاك الرحمة. إن شاء الله هذا المثل يعني معناه بشي يقول لك يعني معناه يعني الجار، يعني الجار هو قبل الدار. علاش؟ يعني لأن الجار هو اللي غادي تكون معاه المعاملة. الدار يعني هي عمارة، أمر يعني شيء صامد ما ينفع، إذا لابد من يعني يكون المحيط، يكون المحيط مليح، فإن شاء الله ثم تنفع الدار وإلا ما تنفع الدار، والله أعلم. نستدل بقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال جبريل يوصيني عن الجار حتى ظننته أنه سيورثه. والإنسان مادام يكون مليح مع جاره وكاع، مادام الله عز وجل يبارك له فيه، وإنسان كيما يقول لك جاره ثاني من يخطر ولا يقابل له الدار تاعه يدير كاع بوسي باش ياك فهمني، باش كيما نقول حنا باش يعسها له ويولي هو في بلاصه السكن تاعه. كلماتك هل تتخيلها أملاك الرحمة.
يقول لك اشري الجار قبل الدار. هذا يكون عندك قصر ويكون جارك حداك مر بربعة دور تبيعه وفي تسلك منه هاك معايا. بس هذا يكون عندك غير دار صغيرة وجوارينك زينين تحسب على عايش يخسر. هذه طبعا الجار هو الجار هو السكينة هو الهدوء هو اللي يعني أهم من الدار. الجار أهم من الدار يعني لما يكون جار ما شاء الله جيد يعني ترتاح في دارك تستقر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسبب ظروف اللي رانا فيها الانسان ما يخممش دروك باش يشري جار قبل الدار. الناس راهي تكري كاينه ازمه سكن وكاين مشاكل كبار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحياه الدنيا وفي الممات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد عليه اربعه من جيرانه وشهدوا له بالخير دخل الجنه. وفي حديث اخر من شهد عليه جاران من جيرانه دخل الجنة. هذا لأهمية الجار. الأحبة في الله رانا شفنا وسمعنا آراء الناس في مثلنا اللي يقول لازم تشري الجار قبل الدار. في هذا المثل حكمة كبيرة وعظيمة نحتاجوها في حياتنا اليومية وخاصة المقبلين على شراء مسكن. فدائما قبل ما نشرو لازم نعرف شكون جيراننا في ذاك الحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من السعادة: المرأة الصالحة، المسكن الواسع، الجار الصالح، والمركب الهنيئ. فحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل الجار الصالح ربع سعادتنا في هذه الحياة. إن شاء الله نكون استفدنا من مثل اليوم ونحاول نعمل به في حياتنا اليومية. إذن مع مثل جديد في حلقة جديدة من روائع الحكم والأمثال. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله. كلماتك هل تتخيلها أملاك الرحمة ينقلها والصحف اليمنى تحملها أيسرك أنك قائلها. كلماتك هل